أثابكم الله. يقول السائل: رجل نام وهو متوضئ نوما خفيفا ثم قام فصلى الفجر، هل صلاته صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. والله يا أخوان، الملاحظ أن الناس في المسجد الحرام ينامون نوما طويلا ويقومون ويصلون ويقومون ويصلون، وهذا لا يجوز، هذا خطأ، لأن الإنسان إذا نام نوما طويلا لا يضبط نفسه، لا يضبط نفسه ولا يدري ماذا حصل له، فيجب عليه أن يتوضأ. قال صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء الساق، فمن نام فليتوضأ. في حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، لكن من بول وغائط ونوم. لا ينزعون خفافهم للحدث الأصغر، بل يمسحون عليهما للحدث الأصغر، فعد النوم من الحدث، عده مع البول والغائط، دل على أنه ينقض الوضوء، لأن الإنسان إذا نام واستغرق لا يدري ماذا حصل له ولا يضبط نفسه. أما إذا نام نوما خفيفا نعاس، أو وهو جالس متمكن من نفسه، النوم الخفيف ما يضر. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون. هذا في النوم الخفيف النعاس. أما النوم الكثير اللي مضطجع على جنبه أو على ظهره ومضطجع وساعاته نايم، هذا ما يجوز له يصلي إلا بعد ما يتوضع، لأنه لا يضبط نفسه ولا يدري ماذا حصل له. نعم.